بعد اطلاق عملية القافلة الطبية المجانية لعلاج تنظيم ضربات القلب بمبادرة من منظمة الإنسانية أولا بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، فقد نظمت القافلة هذه المرة علاج أمراض العيون، خاصة تقديم عدسات العيون لمكفوفي البصر. وعلى مدى أسبوعين من الوقت المخصص للقافلة يستفيد أكثر من 500 شخص من خدمات القافلة الطبية المجانية بحسب رئيس منظمة الإنسانية أولا محمد الزبير. مدير التعاون والشراكة من أجل الصحة بالوزارة ثمن الدور الفاعل للمنظمة على تعاونها المثمر لدعم الرعاية الصحية في البلاد. فبناء على ذلك هذه المنظمة بادرت في أول الأمر، أتت في الشهر الماضي وتدخلوا في كثير من المجالات الصحية من التعاون، وذلك إن دل فإنما يدل على التعاون الأخوي الذي يندرج تحت سياسة مارشال دولتنا. منظمة الإنسانية أولا هي منظمة عالمية أنشئت لصالح القدم البشرية وتعمل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية.